بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أخوتي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اليوم سجي تاع المنافسة العلمية تابع لمديرية التربية بولي فرنجلة. غنشوفو التلميذ الثالث تاع كيمياء واش يقول. كل الغازات مأخوذة في الشرطين النظاميين، كل الغازات مأخوذة في الشرطين النظاميين من ناحية الضغط ودرجة الحرارة بواسطة ميزان إلكتروني نزل في مخبر دورق، فأنا جبت كتلته مساوية 50 غرام. يملأ هذا الدورق بالهواء فتصبح كتلته 62.6 غرام. نفرغ كلية هذا الدورق ثم نملأه بغاز صيغته العامة CXHY، فأصبح كتلته 63 غرام. السؤال الأول، لما أحسب كثافة هذا الغاز بالنسبة للهواء؟ السؤال الثاني، استنتج كتلته المولية الجزيئية العامة. السؤال الثالث، عين صيغته الجزيئية المجملة إذا علمت أن إكس يساوي 2. السؤال الرابع، أكتب تمثيل لويس الجزيء واستنتج صيغته أو صيغة جيسبي له. السؤال الخامس، أكتب تمثيله الذي يتوقعه جيسبي بزر نظام زر. السؤال الأخير أو السادس، مثل هذا الجزيء حسب نموذج أكرام. إذا الطلب أنا وشي يدير، أول حاجة يكتب التمرين. تكتب التمرين من البداية للنهاية، وبعد نشوفوا مع بعضنا الحل. وحبذا أنك تحاول معك التمرين، وبعد نشوفوا الحل. إذا نديروا بوز، تكتبوا التمرين، بعد نشوفوا الحل مع بعضنا. أنا عند الطلب أول حاجة واش لازم يدير، لازم يكون فاهم مليح الدرس تاع خاصة تاع الكثافة وعلاقتها بالكتلة المولية والحجم. بسم الله. ونديرو التذكير. أشوفو أول حاجة التذكير، واش لازم نفهمو في التمرين هذا. التذكير لازم نعرفو بلي عدد المولات هو نفس كمية المادة. كي يقول لي سؤال حسب عدد المولات ولا كمية المادة، نراه نفس السؤال. عدد المولات معناها كمية المادة اللي مبزوها برمزة آن. واش تساوي آن؟ تساوي الكتلة على الكتلة المولية، وتساوي الحجم على الحجم المولي. إذا وقتاش نستعمل السهم هذا؟ السهم الأول والسهم الثاني. السهم الأول نستعمل آن تساوي الكتلة على الكتلة المولية في حالة ماذا؟ في حالة الجسم، يعني يكون صلب أو سائل. صلب على الجزيئات تاعو متراصة أو سائل. ونستعمل عدد المولات ولا كمية المادة تساوي الحجم على الحجم المولي كي يكون الجسم تاعنا الجزيئات تاعو متباعدة، أي في حالة الغازات. يكون جسم في حالة الغازات. وعندنا أن كل واحد مول في شروط نظامية الحجم المولي تاعه هو 22، أو حجمه 22.4 لتر. كل واحد مول حجمه 22.4 لتر مقاس في الشروط النظامية من ضغط ودرجة الحرارة. الكتلة آن هي كما قد علمتم آن هي رماس، معناها هي كتلة آن هي كتلة، آن ماجيستيود هي الكتلة المولية. شفناها في الدرس كيف نحسبو الكتلة المولية. الفي هو عدد هو الحجم، وفي آن هو الحجم المولي اللي هو قداش، اللي هو 22.4 لتر. 19 كي نسمع كلمة مقاس في شروط نظامية نطبق واحد مول حجمه أو الحجم المولي في الشروط النظامية هو 22.4 لتر فقط كي نسمع كلمة في الشروط النظامية. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية اللي نسمعها الطالب وش هي؟ هو القانون تاع الكثافة. الكثافة نمصوها برمزة دي. الكثافة الرمز تاعها هو دي، وهي ما عندهاش وحدة. علاش؟ لأنه الكثافة في حالة، إذا كان في حالة سائل وش هي؟ هي الكتلة الحجمية تاع الجسم إكس على الكتلة الحجمية تاع واش؟ تاع الماء. هذا كيكون سائل، لأنه السائل يقارب واش؟ يقارب بالماء. لكن في حالة غاز،
الكثافه واش تساوي؟ تساوي الكتله الهجميه ناقص اكس على الكتله الهجميه تاع الهواء، على الكتله الهجميه تاع الهواء. وكما قد علمتم بلي الكتله الهجميه القانون تاعها ناقص اكس تساوي الى الكتله على الحجم. الكتله الهجميه ناقص اكس تساوي الكتله تاع الجسم هذاك على الكتله الهجميه تاع على الحجم تاع الجسم هذاك بطبيعه الحال على نفس الحجم من الهواء، على نفس الحجم تاع من الهواء. لكن كاين قانون واحد اخر تاع الكثافه له علاقه بالكتله الموليه. الكثافه تساوي الى الكتله الموليه على 29. الكثافه تساوي الكتله الموليه على 29، هذا القانون يحفظ. لكن القانون هذا نطبقوه الا في حاله واش؟ الا في حاله الغاز فقط، غير في حاله الغاز فقط. نقولوا بلي كثافه تاع الغاز هي الكتله الموليه تاع الغاز هذاك على 29. على 29، القانون هذا بطبيعه الحال راه عنده البرهان تاعو. عنده البرهان تاعو كيف جاء القانون هذا تاع الكثافه تساوي الكتله الموليه على 29، عنده القانون تاعو كيف جاء. بطبيعه الحال في الشروط النظاميه، في الشروط النظاميه. بون نبداو في التمرين، تطبيق على بركه الله. باش التطبيق يحتاج الى التركيز ونستغلوا كل معلومه عطاها لنا في التمرين. يعني كل معلومه يعطيها لنا في التمرين خاصة في سياق او على في بدايه التمرين لها معنى، لها معنى كبير خاص. نبداو في التمرين. اذا السويج هنا عند انا بالذاكره باش يكون التمرين. كل الغازات ماخوذه في الشرطين النظاميين من ضغط ودرجه الحراره. ضغط درجه الحراره نقصدو به درجه الحراره صفر درجه مئويه وضغط واحد اتموسفير بواسطه ميزان الكتروني نزيل. نزيل في مخبر دورك، اسمع جبنا دورك مثال بالشكل هذا ها، ونحطوه هذا في ميزان الكتروني، ميزان الكتروني ونزنو الدورك هذا ها. واش غادي يشيلنا هنا؟ كنحطوه دورك بطبيعة الحال نزل في مخبر دورك، دورك عمل فراشي كتلته بدا الكتلة تاعو هنا افيشي عندنا هي 50 درهم، انتبه ليه؟ إذا الكتلة تاع الدورق وهو نسميها هنا صفر مثلا تساوي 50 غرام، 50.0 غرام، هذه داخلة في الدقة، في الدقة 50.0 معناها أنه التقريب تاعها هو 1/10 تقريب درجة الدقة تاع الميزان 50.0 غرام. هذه كتلة ماذا؟ كتلة الدورق وهو فرق يملا هذا الدورق بالهواء في الهواء تسمى الدورق هذا عاودنا جبناه وعمرناه مثلا بالهواء، عمرناه بالهواء هي؟ فتصبح كتلته 62 فاصل، تصبح كتلة تاع الدورق تاعنا قداش؟ 62 فاصل فتحة تساوي 62.6 غرام. أيوا إذا واش راح ندير؟ راح ندير المعطيات، ندير المعطيات اسمه ايه؟ التمييز الدقيق والتمييز ليصير التعبير اللغوي إلى تعبير كيميائي دقيق جدا. إذا نقولوا كتلة الدورق وهو فارغ وش هو؟ المصروف الأمثال قلنا وش هو؟ هو 50 غرام. وكتلة الدورق وهو مملوء بالهواء هو واش؟ هو الآن فتحة تساوي 62.6 غرام. تسمى البنات واش مش مستنجد؟ مش مستنجد الكتلة تاع الهواء. هذه بيناتنا برك قبل ما نبدا نقارن كتلة الهواء هي كتلة الدورق وهو مملوء بالهواء ناقص كتلة الدورق وهو فارغ. تفضل معك نفرغ كلية هذا الدورق من جديد، نعاود نفرغوه اصلا، نفرغوه من الهواء، نعاود نفرغوه من الهواء ثم نملاه بغاز. تسمى الغاز هذا راح يدي بلاصة واش؟ يدي بلاصة الهواء بالغاز ثم نملاه بغاز صيغته سي اكس اش ايكغاك ايوا. فاصبحت كتلته 63.0 غرام. اذا سينيكل كتلة الدورق وهو مملوء بالغاز قداش؟ هي ان نوصل مثلا ان فتح تي تساوي 63.0 غرام. الله يبارك. ومن بعد احسب كثافة هذا الغاز، احسب كثافة هذا الغاز حساب مطلوب
ماذا؟ حساب كثافة هذا الغزو. حساب كثافة هذا الغزو. هي مش تساوي كثافة لو مستعمل شو هو دين. هنا السؤال اللي يتبقى على الدين. تاع اي طالب. وشو يسمى القانون تاع كثافة؟ هنا القانون تاع كثافة تساوي الكتلة المولية على التشريع. نعم صحيح صحيح. لأنه هذا غاز كذا هذا الغاز هذا كتلة مولية للتشريع. لكن السؤال مطروح عندي كتلة مولية. شوف ترى هل عندي كتلة مولية تاع الغاز؟ لا. الغاز عطاه لي هو الشكل سي اكس اش اي كرك. ما عنديش اكس في كرك باش نشوف نحسب الكتلة المولية. ها؟ وبالتالي ما عنديش المجالين. دي ما عنديش الكتلة المولية ما عنديش. إذا القانون هذا ما يساعدنيش. نروحوا نشوفوا قانون واحد آخر. الكثافة واش تساوي؟ تساوي الكتلة الحجمية ديال الغاز للغاز على الكتلة الحجمية لماذا؟ للهواء. الكتلة الحجمية للهواء. إذا وصلت سي القانون هذا. الحل العلاقة. العلاقة تقول الكثافة تاع الغاز تاعنا تساوي إلى الكتلة كثافة الغاز تساوي الكتلة الحجمية للغاز على الكتلة الحجمية للهواء. إحنا قلنا بلي الغاز يقارن بوش بالهواء. أما إذا كان جاء عندنا سائل الكتلة الحجمية تاع السائل على الكتلة الحجمية للماء. لأن الغاز يقارن بالهواء والسائل يقارن بالماء. مليح. ومن هو؟ نحن نبدأ نفصل. الكثافة تاع الغاز هذا تساوي. تساوي. عفوا. الكثافة تاع الغاز واش تساوي؟ راح نفصل الكتلة الحجمية تاع الغاز واش تساوي؟ هي كتلة الغاز كتلة الغاز على حجم الغاز. هو على نفس الحجم من الهواء لذلك الغاز. والكتلة الحجمية للهواء هي تساوي كتلة الهواء على حجم الهواء. صح ولا لا؟ إذا واش درنا؟ واش درنا؟ عوضنا الكتلة الحجمية تاع الغاز بالقيمة تاعها، هذه واش كانت القيمة؟ هي بي غاز. واش تساوي الكتلة الحجمية تاع الغاز؟ هي الكتلة على الحجم. وعوضنا بي هواء، واش تساوي الكتلة الحجمية تاع الهواء؟ بي هواء. واش تساوي؟ هي كتلة الهواء على حجم الهواء. هنا تحب تركز على شي طرف. لما عمرنا القارورة هذه بالهواء ومن بعد فرغنا الهواء ومن بعد دخلنا الغاز في نفس القارورة، واش رايك يا عزيزي الطالب؟ هل حجم الهواء هنا هل هو نفس حجم الغاز هنا في نفس القارورة؟ حجم الغاز يتساوي لنا نفس القارورة ولا القارورة ناقص هذا؟ هي نفس هو نفس الدور نفس الدور ما تمسنا به ما نقصنا به، وبالتالي حجم الهواء في القارورة يساوي نفس حجم الغاز في نفس القارورة. صح ولا لا؟ إذا باش نسنجو هنا بلي حجم الغاز هو راهو نفس حجم الهواء وهو أصل القانون تاع الكثافة. هو كتلة الحجم كتلة الحجمية تاع الغاز على كتلة الحجمية الهواء، وكتلة الحجمية هي كتلة الغاز على نفس الحجم من الهواء على حجم الغاز الذي يقابل نفس الحجم من الهواء، وبالتالي مش مختز على حجم الغاز هذا مع حجم الهواء هذا. علاه؟ لأنه عندهم راح يكون عندهم نفس الحجم. دونك مثلا عندي قارورة، عندي مثلا غرفة. غرفة مملوءة بالهواء. نحكم نعمرها بالماء. نعمرها بالماء. الحجم تاع الماء هذاك اللي يدخل في الغرفة هذيك راح يكون هو نفس حجم الهواء. واضح ولا نفس حجم الهواء. وبالتالي مش هيبقى لما القانون تاع كذا واش تساوي؟ حتبقى هي كتلة الغاز على كتلة الهواء. كتلة الغاز على كتلة الهواء. واش يساوي كتلة الغاز؟ كتلة تاع الغاز تاع القداش هنا لاحظوا. إذا كتلة الدور وهو فارغ هو 50 غرام. وكتلة الدور وهو مملوء بالغاز هو 63 غرام. تسمى نجم نستنتجو كتلة تاع الغاز هي ماذا؟ هي ماذا؟ هي 63 ناقص 50 هي قداش؟ راح تكون تساوي 13. على كتلة الهواء كيفاش نلقاو كتلة الهواء؟ عندنا كتلة الدور وهو فارغ وعندنا كتلة الدور وهو مملوء بالهواء. تسمى راح نديرو 62.6 نقصوا منها 50 واش تعطينا؟ تعطينا 12.6
خطأ ومن يقول في سوي الكذبة تعملها الكذبة تاع الغسل. إذا 13 قسمة 12 فاصل 6 تساوي 1.1 1.1 من بعد نشوف النتيجة بالحسبة بالتجربة. تمام؟ إذن هذا كل ما شفت على حساب كتلة كثافة الغسل. كثافة الغسل. إذا ما دام الدور ما تغيرش ثم الفكرة التي تطبقها أنه حجم الغاز هو نفسه من حجم الهواء. نفسه من حجم الهواء. إذن نقولوا 13 قسمة 12.6 النتيجة تساوي 1.032. وكما قلنا الكثافة ما عندهاش وحدة. الكثافة ما عندهاش وحدة. عفوا. إذا السؤال الثاني وش يقول؟ تاع المنافسة وش يقول؟ استنتج كتله المولية الجزيئية. السؤال الثاني استنتاج الكتلة المولية الجزيئية هي المستحق الماجستير. هذا قانون بسيط هو قانون مباشر. إذا العلاقة هو القانون باش يكون العلاقة بين الكتلة المولية والكثافة كما شفنا قبل. القانون أنه الكثافة تساوي إلى الكتلة المولية على 29. ونسيت أعيد القانون هذا خاص إلا في حالة الغسل فقط. يطبق في حالة الغازات فقط. الغازات فقط. أيوا. إذا ومنه واش نديرو هنا؟ دي تساوي عامل 29 مع قام تاع دي هو واحد. نديرو جدار طرفين يساوي جدار وسطين. ان في واحد يكون ان تساوي دي في 29. ومنه ان تساوي الكثافة عندنا هي 1.032 تطبيق مباشر. تطبيق مباشر 1.032 مضروبة في 29. بعد نشوف النتيجة قداش كتلة مولية من غرام على غرام على غرام على شوفوا النتيجة. عفوا أني ما حضرتش النتائج تسمى خدمناك مباشرة. إذا 1.032 مضروبة في 29 النتيجة تساوي 29.93 تقريبا 29.93 29.93 نعم هكذا نعم بالتقريب 29.93 هنا بالتقريب. إذا دائما كينقرب نظما أضع رمز التقريب. إذا السؤال هو اللي باش يقول عين انسيطاته الجزيئية المجملة إذا علمت أن إكس يساوي 2. سؤال ثالث الصيغة الجزيئية المجملة علم أن إكس يساوي 2. نعلم أن هذا السؤال كذلك بسيط. نعلم أن الكتلة المولية الجزيئية للغاز هي واش أن تساوي قداش لقينا 29.93 ثم بالتقريب نقربوها لواش تساوي بالتقريب ماذا 29.93 بالتقريب هي 30 غرام على المول. هي من احسن دائما الكتله الموليه نسوها عاد الطبيعي ومن جهه اخرى الغاز تاعنا واش هو؟ الصيغة تاعو واش هي؟ سي إكس أش إيكغرام. واش هي الصيغة؟ واش هي قيمة إكس؟ هي 2. تسمى واش يرجع؟ يرجع سي 2 أش إيكغرام. أعيد قلنا الكتلة المولية الجزيئية تاع الغاز لقيناها 29.93 قربناها إلى 30. معك علاش؟ قلنا الكتلة المولية من أحسن الناس
إذن صح؟ إذن من جهة الكتلة المولية هي 30 ومن جهة أخرى الغاز هذا الكتلة المولية تاعو هو 24 زائد إيكراك. إذن واش راح نساوي؟ راح ندير إذن راح ندير 24 زائد إيكراك واش تساوي؟ تساوي 30. ومنهم إيكراك واش تساوي؟ تساوي 30 ناقص 24 هي 11 6. وبالتالي الصيغة تاع المركب تاعي هي تكون سي 2 اش 6. واضح؟ مفهوم ولا لا؟ سي 2 2 عطاها لي هو وانا لقيت ايكراك 11 11 لقيت ايكراك لقيت ايكراك 6 وبالتالي الصيغة تاعها هي سي 2 اش اش 6. مليح الولاد اللي عنده السؤال يسأل، اللي عنده السؤال يسأل. يعني أحسن التلميذ أنه يعاود واحد التطبيق باش يزيد يفهم ناعس، يعاود واحد التطبيق. السؤال الموالي بعد تعيين الصيغة هو أكثر تمثيل لويس لهذا الجزئي. كتابة تمثيل لويس، كتابة تمثيل لويس لهذا الجزئي. التكافؤية
شيء هي صيغ جيس بتاع الورقه هذا تاعنا اللي هو سي 2 اللي هو الاثاره سي 2 اش 6 سي 2 اش 6 اذا هنا باش نعرف الصيغه الجيسبي اول حاجه لازم نديرها ولا لازم نتبهل عليه هو تعيين الذره المركزيه اذا سي 2 اش 6 تفهم عليها بلي تكون بالطريقه هذه سي اش 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 فهمت؟ من السؤال تاعي اللي عرفته عليك عزيزي الطالب شكون هي الذرة المركزية؟ شكون الذرة اللي في المركز؟ إذا كان قلنا هذه السي هذه الذرة المركزية على مشهد وإذا كان قلنا هذا على مشهد في الحالة هذه واش ندير؟ كي تكون اون ايكاليتي تسمى تكون الجزيء تاعي يكون متوازن ما كانش ذرة مركزية واش ندير القاعدة تقول لابد من اختيار وحدة منهم ذرة مركزية إذا قلنا واش ندير؟ نختار مثلا الذرة السي هي الذرة المركزية وتكون هذه هي الذرة شكون هي؟ أ. أيوا مثلا السين هذه هي أ. ها؟ فما هي؟ دير مليح باش نحط هنا باش نحط ما هو عدد الروابط التكافؤية المحيطة بالذرة المركزية؟ هذه الذرة المركزية كيفاش حط الذرة الروابط التكافؤية؟ احسب عليها واحد اثنين ثلاثة أربعة إذا عندي ربع روابط محيطة بالذرة المركزية وما هو عدد الروابط غير التكافؤية والغير ترابطية المحيطة بالذرة المركزية؟ أصل ما كانش روابط غير ترابطية، ما كانش أصل. جميع الروابط هما روابط تكافؤية، إذا ما كانش روابط، وبالتالي الصيغة تاع المركب تاعي هي AX4 بلس 0 أو نجم نكتبها بالطريقة هذه AX4، إذا في المركب تاعي أو الجزيء تاعي واش به؟ فضائي. فضائي رباعي وجوه. رباعي وجوه. هذه الصيغة العامة تاع AX4 أوزر يعني حال هو حال ماذا؟ حال غاز ميثان غاز ميثان كذلك نفس الشيء فهمت؟ السؤال هو اللي باش يقول مثل إذا قلنا أكتب تمثيله أكتب التمثيل تاعه حسب صيغة جي إس بي صيغة جي إس بي واش راح تقول؟ راح نزل الدورة المركزية قلنا هي السي إذا وعندنا المركب تاعنا قلنا فضائي رباعي وجود تسمى القاعدة تاعو راح تكون مثلثة راح يكون هنا عندي اش هنا اش هنا اش وهنا راح تكون سي اش تروح إذا المركب تاعي كيف حيكون؟ إذا القاعدة راح تكون وكأنها مثلثة الشكل بطريقة هذه راح يكون رباعي وجود إذا السي محاطة عندها أربع روابط تكافؤية بطريقة كيف هاي لاحظ الذرة المركزية هي السي هي تتوسط يعني تكون في قلب الجزيء في القلب تاعو الداخل في القلب السي يعني الجزيء باش معناتها في الحقيقة راهو عبارة عن ثلاث ديمونسيون يعني مش مرسمة الصفورة لأن يعني الصفورة كما قد علمتم هي مستوية يعني دو ديمونسيون هذا الرسم راهو في الحقيقة ثلاث ديمونسيون لازم التلميذ يفهم مليح إذا الذرة السي تكون في القلب تاع قلب الجزيء الداخل ما يصحش نقولوا مركز نقولوا في قلب الجزيء ولها أربع روابط تكافؤية هنا راح تكون ثلاث ذرات هي اش 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 كما تشوفوا اش واش واش اللي تستناها بالطريقة هذه وهذه كل جمعناها مع بعضها سي اش تر واحد كانها الفوق تمام هذا هو تمثيل جيسي تمثيل جيسي اخر سؤال طلب علينا تمثيل كرام نعم راح يكون حتى هو بالطريقه كما هذه عندنا كاين رابطه اللي تكون اماميه عفوا رابطه راح تكون خلفيه هنا عندنا سي اش 3 هنا اش هذه رابطة هي رابطة أمامية اللي تكون حتى هي اش وعندنا رابطة خلفية اللي تكون بالطريقة هذه حتى هي اش هذا هو تمثيل كرامت ماذا أقول لك نفسه يشبه تمثيل غاز الميثان اللي هو سي اش نفس الطريقة في الشكل الأول حيكون اكس كار غاز الميثان فهمت هي غاز ميثان هي غاز ميثان رباعي وجه إذا عندنا اش رابطة هذه تسمى رابطة كما قد علمتم هذه كانت رابطة جانبية كذا في نموذج كرام هذه هي الخلفية
مسودة ها تكون بالطريقة هذه هي تكون أمامية. كما قد علمتم أن وجه كرام لما تمثيل العام الكرام اعتمد في تمثيله على الروض الثلاث الجانبية والخلفية والأمامية. بالتوفيق إن شاء الله، نتمنى أن وفقنا إلى في أن نصلكم الفكرة. ها فإن أخطأتم فمن نفسي ومن أصبتم فمن الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.